بالنسبة لرمضان صبحي الأهلي سئم حتة الإعارة، يعني قال لك لا مفيش إعارة، الأهلي إذا احتاج رمضان صبحي مش إذا احتاج، الأهلي عايز يخلص رمضان صبحي بيع وشراء، يعني موضوع بقى إن إعارة وبعدين إعارة تانية من هيدرسفيلد، لا الأهلي عايز يشتري رمضان صبحي. وبرضو زي ما أنا قلت قبل كده رمضان حتى اللحظة دي ما عندوش العرض اللي يليق برمضان، يعني أنا شايف إن رمضان من وجهة نظري واحد من أحسن اللعيبة في مصر، لكن العرض اللي عنده يعني عرض تركي صغير أو عرض إيطالي صغير ما يلقش برمضان، ده برضو من وجهة نظري الشخصية. فهل يستمر رمضان مع النادي الأهلي؟ الأهلي بيحاول جادا في هذا الأمر، وربنا يوفق يا رب الجميع بإذن الله إنه نشوف دوري على مستوى عالي. ده